تأثير كتير كبير على حياتنا. في أصوات تبقى معنا مع اختلاف الزمان والمكان. من هالأصوات صوت فدوى سليمان. فدوى أساس بهذا المشروع، وأكيد هي كانت إضافة لهذا المشروع. وأنا ما بقدر أفصل الحالة الإنسانية عن حالة العمل، فأنا عندي مشكلة إنه فدوى كانت صديقتي كتير، وهي دائما موجودة معي بالتصوير، وما بنسى بالجزء الأول الدعم الكبير اللي كانت تعطيني إياه. وإذا في شيء أنا عم بقدر أعمله بهذا الدور فهو كان بدعم من فدوى وبدعم من فرح. بالمناسبة هيدي مش حلقة وثائقية عن فدوى سليمان، هيدي تحية منا كلنا لروحها. كان الطريق إلى دمشق خشبة مسرح عائمة على الماء وغناء لقيصارة. احنا 9 أشخاص بالبيت، فدوى الرقم 8. فدوى ولدت بمدينة حلب 1972، كنا بأعمار متقاربة، فكنا نلعب سوا، كنا نروح على المدرسة سوا، كان في بوادر كتير إنه هي رح تكون ممثلة. نحن من زمان بسوريا عاملين مع بعضنا كتير مشاريع، وعم مشتغلين دوبلاج سوا كتير، وعاملين مشروع مسرح أنا وياها ممثلين كنا فيه سوا، وكنا بمرحلة من المراحل بالحياة حتى أصدقاء يعني. عنتر نسيت أقولك. حتقولي إيه يا روح عنتر؟ النهاردة الصبح بالقهوة شفنا واحد زيك بالضبط، عينيك، شعرك، مناخيرك، خدودك، تعرف؟ ولو اجتمعتوا مش ممكن حد يفرق بينكم. كنا نسمع صوتك كثير بالدوبلاج بأفلام كرتون، يعني بتنطبع بالذاكرة، بتصيري انت بتسمعي الصوت فبتقولي هذا الصوت سامعه أول شيء، بعدين بتعرفي إنه في شيء من طفولتي خلص بيعلق. حاربونا كل أشجار الغابة، عدا تلك الشجرة الكبيرة في الوسط. أنتم لا تفهمونني، صحيح أنني
يتيمة، لكني لا أحتاج إلى شفقتكم. لا أفهم ما تفعله بالضبط، ولكنه يبدو سيئا جدا. لا عن صديقي. لما كان عم يتصور الجزء الأول كنت بعرف من بعيد لبعيد من خلال مجموعة أصدقاء. لما أجت على بيروت وبلشت تصور التقينا، عادنا حكينا، صار في صحبة أكثر ومودة. القبح في الحذاء الذي أرتديه، دعني أقبل قدميك العاريتين ليصبح رأسي فراشة. اشتغلت معها بالدوبلاج، كانت علاقتي محصورة معها بالدوبلاج. إنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كانت بالعام يعني قدام الناس أحياناً تبين كتير قوية وشخصيتها قوية وحدة، بس هي بنفس الوقت كانت شخص كتير خجول. لسانة رائعة، تملك قلب بشاشورية كله. فدوى رمز لأهالي سوريا الطيبين. كشخصية برأيي كانت بهذه المرحلة استثنائية، يعني هي من مشاركتها بالعمل السلمي بالمظاهرات بمدينة مثل حمص. كنا نشوف بعض بأول الثورة بالشام، كنت اتعجب من جرأتها انه ما بتخاف ابدا، يعني انا كنت خاف، هي لا ابدا ما بتخاف، عندها قوة واصرار وما عندها خوف. اذا بدي اقول شو يعني امرأة سورية، بعتقد انه فدوى كانت تحمل هي الصفة بكل جدارة. امرأة موجوعة كتير، لانه عن جد حاملة على كتافها كل الألم اللي عم بعيشه الشعب السوري. وكتير اوقات كنت فكر ليه هالقد عندها مسؤولية. وشي صمت موسيقى الجاز في حي للأفارقة السود. قاتل له كل الوجوه في العتمة المبهرة، يمناي جسر من رؤوس أحبابي، ويمناي غابات أذرع مقطوعة لا تزال تلوح بالسلام في العتمة المبهرة. الحناجر التي رتلت لله أغنية كي لا يفكر إلا بالحمام وبالسلام. شاركت فدوى بالعديد من المظاهرات بمدينة حمص السورية، وكانت أهدافها الواضحة هي الوحدة الوطنية والابتعاد عن الطائفية. المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة، وفي الناس المسرة. بسبب الثورة واشتراكها بالمظاهرات، لقيت حالها فدوى مجبرة إنه تترك سوريا، مثل كتار من السوريين. مشان سلامتي بحزن وبحس حالي إني عم خون، بدي يعني أوصل الرسالة من برا. كنت مؤمنة إن رسالة من جوا مو من برا، صوتها لازم تكون من برا ومن برا لجوا. شي قاسي علي كتير إني أطلع. أنا ما طلعت من سوريا لأني خايفة أبدا، أنا السوريين بسوريا هن اللي طلعوني مشان يكفي رسالتهم. أنا طالعة من سوريا مشان الدم السوري يلي بيحول بيكون خاين خاين خاين. إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، إني اخترتك يا وطني.
ذكر لي زمني ما دمت ستذكرني. فدوى كانت شخص كتير حساس، كانت حساسيتها يعني احيانا تفوق الحد الطبيعي او اللي ممكن يكون موجود بالحياة. فدوى كانت اشياء بسيطة ممكن تمر بالحياة بشكل عادي كانت توقف عندها وقت طويل، يعني ممكن كلمة لكلمة سيئة لشخص ما بيعني لأي شيء بالشارع، كان ممكن تخليها ترجع على البيت تقفل الباب وما تطلع من البيت شهور. تطلع دائما هيك، كنت تطلع على السماء على سطح بيتنا بصافي دام وتسأل إنه ليش هيك في مثلا شحادين بالشارع، ليش في ناس بتختير وبتموت، ليش في أطفال كمان بتشحد، شو العدل، وين العدل، وين دائما يعني فكر إنه لازم يكون في عدل على الأرض. فدوى كانت بتحبه كتير للمسلسل، وهي حست حالة فيه، حست انها هي ما عم تمثل، انه هي امل، هي فدوى. فينا نوقف هاي الحرب يلي عرفنا كيف بلشت، بس ما رح نعرف كيف رح تنتهي، ولا لمصلحة مين ولا على حساب مين. رغم مرضها وكل أوجاعها ضلت متمسكة بالأمل، ضلت مأمنة ومتأملة إنه بكرة أحلى. عندي أمل كان بيعبر عن فدوى، عن قوتها، عن ضعفها كمان، كان بيعبر عن شخصيتها وعن حبها ووفائها لشغلها. أحداث كتير صارت ما بين الجزء الأول والتحضير للجزء الثاني، وكتير من هول الأحداث كانوا للأسف بوجعه. كان عندها أمل كبير إنها تكمل المسلسل، ما بعرف من وين كانت جايبة هذا الأمل، هي كانت أكثر حدا بيعرف وضعها. أنا عرفت إنه فدوى مريضة بالسرطان من بعد ما خلص المسلسل، فطبعاً عشت عقدة ذنب كتير كبيرة لأنه ما كنت عارفة إنه هي مريضة وهي ما خبرت. وجسدياً كل اللي عاشته معنا من تحمل ومن تعب ما بيقدر أي مريض يعيشه بسلام. كانت عم تحاول تفاوض الدكتور على تعرف إمتى ممكن تخلص علاج مشان تسافر تكمل المسلسل تعمل الجزء الثاني. صرت أقول أوكي يمكن بالجزء الثاني لازم نكون يعني هيك أقل وقع عليها أو نداريها بشكل مختلف. هي كانت مصرة لأنه هي كانت تعتبر إنه في رسالة عم تقدمها من خلال المسلسل مهمة كتير للناس بسوريا. قررت إني أجتمع فيها بشهر أيار بباريس. للأسف ثلاث مرات حاولنا نلتقى ما التقينا، لأنها كانت عم تمر بالعلاج الكيميائي وكانت حالتها كتير صعبة.
بس في عندي هيك رسائل صوتية منه بتقلي فيهن على الأكيد رح نلتقى بشهر 9 لنبلش نحضر للمسلسل، وأنا أكيد معكم بالجزء الثاني. مرحبا فرح، كيفك؟ حبيبي خبريني عن جد إنه إذا فينا نلتقى وهيك ونشوف بعضنا. تمام، كتير حلو فرح. يلا أنا عم بستنى خبر منك إمتى بكرة منقدر نلتقى. ماشي حبيبي، يلا بوسك كتير حياتي. هلأ جيتي على بيروت، هي بتعتمد على الجزء الثاني من المسلسل، ما بعرف يعني شو هني مقررين. تخيل بقاب. مرحبا يا فرح، كيفك؟ كتير أنا بعتذر حبيبي، بس صرت أحسن بكتير وهيك. شو بعرفني على هالشغلة؟ عن جد طقس باريس كتير غليظ وأنا شوي تعبانة هالفترة، بس يعني عم بتحسن شوي شوي. الشماعات تتوالت بالشركة نحن وعم نحضر أكيد، لأنه وضع الصحي كان عم يتدهور شوي شوي. لو وصلنا لمكان تأكدنا أنه فدوى مستحيل تقدر تكون هي بطلة الجزء الثاني من العمل، بهيدي المرحلة كان في خيارين، يا أما أنه الشخصية يخلص دوره بالجزء الأول، يا أما أنه نلاقي بديل للشخصية بالجزء الثاني. الخيارين كانوا كتير صعبين، لأنه بالنهاية في شخص بعده عايش عم ناخد قرار بحقه، وشخص حمل على ظهره كل الجزء الأول. بذكر النهار اللي قررنا فيه أنه فدوى ما رح تقدر تكفي المسلسل، كان نهار صعب كتير، بس بذات الوقت كان في راحة من نوع آخر، راحة بأنه مش حاملين نحن بقى على عاتقنا الخوف من أنه أي شيء يصير لها، أو أنه نحملها هي كمان مسؤولية هالشي. المفارقة هي أنه النهار اللي أخذنا فيه هذا القرار، تاني يوم أنا بوعى على خبر أنه خسرنا فدوى. أنا بظن أنه هي وصلت رسالتها، حتى لو ما كفت الجزء الثاني ممكن يكون وصلت الرسالة بأنه تكمل الجزء الثاني، حتى لو مو هي نفسها، حتى لو ما قدرت هي تكون موجودة كشخص، لكن روحها أنا متأكدة أنه هي موجودة بالجزء الثاني. لا تخافوا، دوره طويل، بنوجد إذا دوري قصير ومتت فبكون كون هيك بده، هيك بده الكون، هيك بده الحياة. انتهى دوري هون، انتهى اللحظة. بقمة النشاط، كانت خلصت العلاج الكيميائي، وكانت فرحة جدا وسعيدة جدا ومندفعة جدا، وكأنه كانت تسابق الزمن، لأنه كان تعرف أنه في لحظة رح يوقف فيها كل شيء. سوريا بدها حرية، سوريا بدها. أنا فخورة أني أختك، أنا فخورة باللي عملتيه، واللي مثلك صعب كتير أنه ينتسوا، صعب كتير أنه نروح. أنت باقية وموجودة، موجودة بقلب كل الناس اللي كان عندها إيمان بالثورة وعندها إيمان بسوريا حرة. كانت تحلم إنه ترجع سوريا وتندفن ببيتها، ببيت أمها، بصافيتها، بحديقة أمها. وكانت عم تحلم بآخر أيامها بس تشوف ابنها قبل ما تروح اللي بالشام، وكنا عم نحاول نطالع له فيزا ونسرع القصص بس ما لحق يعني مع الأسف. وماتت وما شافته، وماتت مقهورة وقلبها محروق بسبب البيروقراطية والحدود والنظام وكل شيء.
نحن محكومون بالأمل. إذا ما نحكمنا بالأمل ما في شيء بيصير. الأمل هو اللي بيصنع الحياة، وكل يوم السوريين عم يثبتوا إنه إرادتهم أقوى من إرادة القبح وإرادة الحرب. فدوى سليمان فلت، بس صارت حقيقة بقلوبنا ورح تبقى مرادف للأمل وشخص آمن دايما رغم كل الألم إنه بكرة أحلى. الموت، قد ما نفكر انه فكرة الموت فيها تكون فكرة موضوعية ونحكي عنها، يمكن ابعد شيء هي عن الموضوعية. وكل شخص بيعيشها مثل ما هو بيشوف القصص. المشكلة صار عندنا شيء كما بقوله بيأسى القلب. يعني من قبل 7 سنين اذا بتسمعي حد عن حدا ما بتعرفيه ابدا إنه ما فيش بصير اهتمامك أكثر، بحرك عواطفك أكثر، بتتأثري أكثر. بس بعد هالكم الكبير من الموت ومن ناس أنت كتير بتعرفون منيح وممكن يكونوا ناس قراب لإلك، في شي بروح، في الصدمة الأولى بتروح، في الكم العواطف تصير سطحية فجأة. أنا بعد الثورة صار موضوع الموت ما كتير عم يأثر فيني. إيه صرنا متصالحين مع فكرة الموت لكتير أسباب صارت إلها علاقة ب مات كل شيء بداخلنا أساساً يعني. فما عاد فرق هذا الجسد إنه يضل عايش أو عم يتحرك أو ميت. وقد ما صرنا نسمع موت والعالم حوالينا راحت وعم نفقدهم واحد واحد، ما عاد كتير أنا موضوع الموت صار بيقهر. هو اللي بيقهر التوقف عن الفعل نفسه. الشيء اللي بيخوف إن شكل الناس اللي عم يتغير، عم يصيروا عم يكونوا أقسى من الموت. أما أنا بأي لحظة ممكن موت، فلان بأي لحظة ممكن يموت، لأنه صار الموت بالنسبة لنا شيء كتير عادي وكتير طبيعي، ما عاد بيخوف. عن جد ما عاد هو اللي بيخوف يعني. نحن بالصدفة نستقبل ضوء الشمس في الصباح كل يوم. أي حدا فينا معرض لأنه بيوم من الأيام ما يشوف هذا الضوء. لذلك نحن لازم نقدر نعمل أكثر شيء بنحبه ونكون أكثر شيء مع بعضنا إنسانيين وحقيقيين، ونقول إنه ما في شيء بيستاهل بهاي الدنيا إنه نحن نختلف كرماله. بالنهاية حدا مننا ما حيطلع عليه الضوء والآخر حيكون ندمان كتير لأنه ما قال له أشياء كان حابب إنه إياها. هلا اكيد لما يكون في بلد بحرب وارواح ناس عم تموت باعداد هائله كل يوم، بصيروا رقم تسمعي ب 500,000 ب 30,000. بس الرقم بيمحي خاصيه الاشخاص اللي عم بتموت. فكل هيدا بمحل، ولما تعرفي انه في حدا شاركتيه دموعه وفرحه وتعبه وبكالك وحزن معك وخبرك عن كل المخاوف اللي عنده إياها وضمن الدور اللي كان عم بيلعبه، ينوجع يعني تنوجع روحه لأنه في حقيقة هو طالع منها عم بيمثلها. هالحدا لما أنا عرفت أنه فل من هالحياة، رغم أنه كنت من فترة وجيزة قبل خسرت حدا من أقرب الناس لي، توقعت أنه فاجعة الموت بتوقف عن محل معين.
بس هي حقيقة خاصية الموت اللي بتوجع أكثر شيء. عم تتذكري هذا الشخص بلحظاتك معه، بعيونه كيف بيبرق قبل كل لقطة، بدموعه الحقيقية اللي أوقات تفلت منه، يعني الحالة تطلع منه ما يقدر بقى يسيطر على حاله. اتذكر الشغف وكل شيء عطته فدوى على هيدا السيت. ما توقعت هالقد أزعل. يعني ببساطة أنا لهلأ ماني مصدق إنه فدوى ماتت. أنا ما حضرت جنازتها، مو لأنه ما بدي أحضر جنازتها، لأني ماني مصدق. ما رحت زرت قبرة لأنه هي فدوى. على لولا لولا لا يابا، ليش الزعل يا خالا يابا، ليش الزعل يا خالا. أهميتها لفدوى سليمان برأيي ما رح نحس فيها هلا، يمكن سنوات لحتى نروق، لحتى تبرد الحالة الانفعالية بفقدانها قبل وقتها، لأنه بلشت بطلة واستمرت بطلة وانتهت بطلة. زعل يا خالة يابا، ليش زعل يا خالة. موت فدوى هو صرخة للعالم كله، صرخة ضد الخزلان اللي صار. يا أمي شو بتشبه سوريا؟ بدا لو والله لا عبي الجرة يابا، من ميتك سوريا يابا، من ميتك سوريا. وسوريا ارقدي يا جميلة في باطن الأرض بأمان. هم كانوا هنا مثلك ثم رحلوا، غابوا ولهم أسبابهم في الغياب مثلك أنت، لكن الحياة تحت زرقة السماء ما زالت مستمرة، والأيام ما زالت تتوالى، والوقت يهرول نحو ساعة لا يعرفها أحد. نحن ما زلنا هنا، ما زال في الروح نبض جنين الأمل، وفي العمر بقية. أرقدي يا صغيرة في بطن الأرض بأمان، فالحياة فيض من الذكريات، ومنها ذكرياتنا معا تصب في بحر النسيان. نضل نقول أكشينا فدوى اسمعيني. أكيد كل المراحل اللي قطع فيها العمل بعد ما عرفنا بمرض فدوى، وبعد توقعنا أنه ما رح تقدر تكفي معنا العمل، كان بشكل قلق كتير كبير علي وعلى فريق العمل، لأنه مهمة وجود
ممثلة تحمل شخصية وتقدر تقص الحبل السري مع فدوى أمر كتير كتير صعب. وحقيقة ما كنت بعرف قدي أنا رح أقدر أتقبل هالشي. يعني في عنصر إنساني ما فينا نختبره إلا ما نعيش التجربة مع الممثل. فبصراحة أنا بشهد كتير لشجاعة وجرأة ومهنية ريم علي، لأنه الخيار اللي أخذته منه سهل أبداً. واحد لأنه كانت صديقة فدوى، فبتعرفها، بتعرف تقطيع وجهها، بتعرف تعابيرها، وحدا دارس كتير كل شيء عملته فدوى لشخصية أمل. شجاعتها بحقيقة لأنه إجت ريم بشعور وبنفسية أنه عبالها تاخد هالشخصية وتحطها بقالب جديد بيشبهها إلها. وبتذكر جملة قالت لي إياها حلوة كتير وبقيت معي، لأنه هي اللي كانت عبدت لي الطريق لأتخيل شخصية أمل جديدة. قالت لي فرح أنا عم بعمل شخصية أمل، ما عم بمثل فدوى. لا، ما فكرت للحظة بمقارنة ما معينة، غير أنه مثل ما قلنا ممكن تكون رسالة مسكتها وبدي كفي الطريق فيها، ما بشكل بطولي وإنما بشكل كتير طبيعي، لأنه لا مكان للأبطال الآن. يعني ما في أبطال، لأنه الشعب السوري هو البطل. هلا من خلال شغلي بالعمل صرت اكتشف علاقة الكاست بشخصية اللي كانت موجودة واللي هي فدوى سليمان. حسيت قديشهم فاقدين لهي الشخصية بالعمل، يعني حسيت بوجودها أكتر، صرت حس بتفاصيلها اللي تركتهم. لما بلشت تعطيني إياها تشيل التياب وتقلي إنه وهيك كانوا هيك الراكور وما بعرف شو هدول التياب هن نفسهم تبع تياب فدوى وهيك، فا إيه أكيد يعني بلشت أحس بإنه فدوى كانت حاضرة وبقوة يعني بهذا المكان. وبلشت ترجع يمكن العلاقة مع حضورها بهيدي القصة. وأكتر شيء تأثرت لما قالت لي إنه هي وقعت بآخر يوم تصوير وعلم الجرح، لأنه فلهيك إن كانوا يعملوا لي الجرح أنا ما أفهم ليش عم يعملوه دائما وبيزبطوا ويشتغلوا عليه. ففكرت إنه هي من تصميم الشخصية إنه معذبة وهيك، بس قالوا لي لا، هي وقعت بالحقيقة وجرحت إيدها. فوقتها حسيت إنه كتير إنه أنا حاملة جرحة هلا لفدوى، إنه هاي الشخصية مو بس شخصية مكتوبة كانت وإجت لريم وعملتها، لا، هي امتداد لحدا بلش فيها وعطاها من قلبه كل شيء كان بيفكر فيه، فكره الغني. وأنا هلا حملت هذا الشيء وكفيت فيه. فمن هون بتيجي قيمة هاي الشخصية، شخصية أمل من فدوى سليمان اللي بلشت فيها، واستمرارية هاي الشخصية حتى الآن، واللي هي أكيد بتحمل اسمها اللي هو الأمل، يعني اسم الأمل فدوى سليمان. روحها موجودة معنا بكل لحظة. فدوى البطلة. واحد 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 الشعب السوري واحد. وين هلا فدوى هي اسم راح من بين اسماء عم بتروح كل لحظة بسوريا. بس انا متأكدة انه بيوم من الايام بس تهدى النفوس وترجع ترجع سوريا يلي رادتها فدوى الثائرة. عهد علينا وعلى اللي باقي إنه هاي البطلة ينحكى عنها
بقدر اللي عملته. اللي كتير كنت خايفة منه بس حبيت هلأ أحكي عنه، يمكن ما حدا بيعرف من الممثلين أني حقول هالشي، هو أنه كلهم السنة كان عندهم حماس ورغبة كبيرة أنه يكونوا ضمن العمل، مش بس لأنه بيحبوا العمل بس لأنه أنا حبيت أنه كل مشهد يكون مثل إهداء لروح فدوى، إهداء لفكرة، لنضالة ولإنسانيتها الكتير كبيرة. أنا كتير اشتقت لها السنة على السات، تذكرتها بكتير محلات، بس أحلى شيء بالتجربة هو أنه كل ممثل من اللي شاركوا معنا كانوا بيحملوا فيهم أمل، شخصية أمل، أو هيك هيدا هالإحساس الكبير أنه بكرة أحلى. وجه تحية لروحها العظيمة ومن إلا أنت معنا، حتى لو عم نصور نحنا اليوم الجزء الثاني بس أنت معنا بقلوبنا عايشة يا فدوى. تحية لك يا فدوى سليمان، تحية لروحك الحلوة. هي كانت بتعرف أنه ممكن ما تكفي يعني، بس هي كانت بتقول أنه أنا بدي أجي وعم تحضر حالها للشغل، فعندها إيمان مطلق أنه هي بدها تكفي، تارك كل شيء وراها، فأكيد هذا الأمل موجود. وأكيد عدم تكفاية المشروع ممكن يكون بلحظة من اللحظات هو خزلان لفدوى. لهلأ بحس إنه ممكن هي تشوف الجزء الثاني. بعرف إنه هذا الشيء يمكن مستحيل، بس أنا متأكد إنه هي يعني هي معنا بالجزء الثاني. فقدانا بغض النظر عن العمل يعني هو خسارة، يعني هو خسارة للحياة وللثورة، مو إنه لأي شيء تاني له علاقة بعمل. الحياة بدها تستمر، لأنه إذا وقف هذا العمل فهو خزلان أكبر لفتو. صوت مرة سورية صرخ بكل قوة، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. هذا الشيء ما في، يعني هذا الشيء بسمعه على طول بإذني. من بسمع هذا الشيء ما فيني صدق إنه بلحظة هذا الصوت بيموت، صوت ما حيموت. حابة كتير أقول شكراً لكل الممثلين، ما رح عددهم فرداً فرداً، بس معهم أنا قدرت أعيش تجربة كتير حلوة بالجزء الثاني من أمل، وشوف بكل واحد فيهم وجه جديد من الأمل، فشكراً. Yeah.